والكارثه الكبيره جوج الكوارث كبار. هو احنا ما جينا نفضيو من الكارثه الاولى اللي تشد عليها المعمل وتقاص فيها الاقليم كامل، حتى كتجي الكارثه الثانيه اللي هي في شهر 9، شهر 7 ياك، في شهر 7 تسعود فيه كتجي لجنه ديال المراقبه ديال هذا الشيء ديال الاجراءات السلامه للمعمل، وكينوضوا كيجريو كيخبعوا واحد العدد ديال العاملات في الغرف ديال الملابس والمراحل، كيدخلوهم قالوا لهم سكتوا ما تهضروش. الله يا ودي، الله يا ودي ما تهضروش، وانت بؤره، الله يا ودي وانت بؤره، راقي السي اقليم برمته، ربما يكون داك المرض ديالك مشى حتى الاقاليم واحده اخرى وباقي كدير هاد الممارسات هادي. هنا ملي نوضنا نهضروا على هاد المشاكل وهاد الشيء هذا، صيفطنا طلب ديال جلسه الحوار، صيفطنا طلب رد علينا، ردت علينا اداره الشركه قال لك ما يمكنش نجلسوا في الابان لان هاد الشيء الجائحه وهادي حنا مشغولين في هاد الشيء هذا. شنو شغل هاد المشاكل ديال الجائحة؟ أجي تجلس معايا باش نحلو هاد المشاكل؟ لا حنا مشغولين كتابة، هادشي كتابة موثق عندنا. لنفاجأ بعد يومين أنهم جالسين مع الإطار النقابي الآخر، ما عندنا غرض. إذا حنا خصنا نديرو الواجب ديالنا. شنو الواجب اللي خصنا نديروه؟ اخترنا شكل نضالي. اول هو اننا نديروا ندوه صحفيه داخل المقر، هذه اللي تاجلت وتاجلت، ونديروا معها مصحوبه بوقفه ديال العاملات امام باب المقر، وتوجهنا ونشرنا البلاغ ديالنا لنفاجأ بالسلطات المحليه انها كتمنع هذا النشاط كتابه، منعت الندوه الصحفيه ومنعت الوقفه في الوقت اللي سمحت بتجمع داخل، نقولوها نيشان، داخل الاتحاد المغربي للشغل، وبوقفه حدا الباب ديالو. فملي اتصل بيا السيد الباشا قلت له ودي هذا تمييز، هذا تمييز في الحريات النقابيه بين نقابه واخرى، حنا ما يمكنش نقبلوا هذا التمييز. هذا ماشي شي واحد يدير الوقفه وانت كتزغرد له وتطبل له، وحنا النهار اللي لونسينا الوقفه ديالنا ولا الشكل النضالي ديالنا، لان كل واحد من حقه يدير الشكل النضالي اللي يحمي به العمال ديالو، صدرنا منع مكتوب ومصحوب بتهديدات ديال الا درتو غندخلو. لكن اللي فسخ شي شويه الامر هو انه قال لك انا غادي نرتب جلسه حوار بعد يومين، وعطانا الاربع في الربعة ديال العشية، وهنا نجيو نتزهطير. جينا الاربع في الربعة ديال العشية ما لقينا تا واحد، حتى التليفون ديال سمحوا لنا راه نأجلو ما كايناش، وكأننا كنتعاملوا مع شي أجهزة ما نعرف كي دايرة. راه هادي راه هذا بوست ديال الباشا، هذا دابا دابا أنت إلا ما جيتيش وجلسة الحوار أصلا عقدتيها بيدك، شمن مسؤولية؟ هادي شمن مسؤولية هادي؟ ما لقينا باشا، ما لقينا حتى واحد، بقينا واقفين تما. هادي شوية تما الاتصالات، لأنه فجأة قال المدير المسير مريض، وكنكتشفوا لا غدا في الصباح ما كاين حتى شي واحد مريض، يدو كاقف مزيان خدمتو هادي عادي. إذا تم عاوتاني الاتصال من جديد بنا من جديد، ربما في ذاك المساء قال لك أودي راه أجلناها النهار فلان فلاني. فعلا جلسنا معهم. البداية ديال الخلاصة في هذه الجلسة اللي جلسنا معهم بحضور السيد الباشا، حضور السيد المدير الإقليمي للشغل، والأعضاء ديال الاتحاد الإقليمي المعروفين، الأستاذ محمد، أنا، أستاذة وفاء، وعضوة ديال المكتب. بدينا كنناقشوا المشاكل، قال لك قال بالحرف المدير المسير، قال لك أنا غادي نخدم 2200 عاملة
والباقي ما عندي، والباقي ما عندي ما ندير له. هاد الهضره ما حنا كإطار نقابي ما نقبلوهاش، وما يمكنش تقبل، لانك راه ولدي راه كتلعب في الطر ديال الخبز ديال الناس اللي خدمت معك فيه 17 سنه، واللي كبرت لك داك الشركه وردت فيها 4 الوحدات، واللي بها مدخل الملايير ومنتعشين كاملين، ودرتو ما درتو حنا عارفين شنو درتو من ثروات. وفي الطر ديال الخبز ديال الناس هاد المراه كتشد واحد 2 دراهم في الاجر ديالها باش تعالج الوضعيه الاجتماعيه ديالها الاسره، غادي تجي تقول لي اليوم راه ما عندي ما ندير لهم؟ راه ما يمكنش. دينا كنهضروا عاوتاني ناقشنا، وصلنا للنقطه ديال الاجراءات الاحترازيه، قلنا لهم ما كتحترموهاش، بشكل واضح خبعتوا الناس. من الصبكه كان يهضر هو، كينوض سيد الباشا كيغوت وكيقول لك هذا الشيء ما كايناش، وحنا في جلسه رسميه. انا عندي شهود اولدي، ومن هذا المنبر انا كنقول واحد المساله، هذه راه تصريح رسمي من هذا المنبر، كنقول النيابه العامه تفتح تحقيق في النهار شهر 7 تسعود فيه شركه خيل غوميس اللي كتعتبر بؤره ديال الوباء، خبعت الناس في المحلات ديال الالبسه وفي المراحل، وقالت لهم سكتوا وعندنا الشهود في هذا الشيء هذا، وهذا الشيء خصو يتفتح فيه تحقيق. لانه علاش؟ باش ما يديوناش شي كارثه واحده اخرى يتقاس فيها الاقليم كامل عاوتاني، وما مفكينش في هذا الشيء، وغادي نمشيو للقضاء فيه، وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. فكان بالاحرى على السيد الباشا والمدير الاقليمي للشغل بدل ما يقول لا يتصنت للشهود اللي جبناهم، ويفتح بدوره تحقيق، ويفتح بدوره يتصنت لنا ويفتح بدوره تحقيق، في حين هو كيمسح لهم الاخطاء ديالو، كيمسح لهم العيوب ديالو. كنتسالوا حنا كنقولوا علاش هادشي هذا؟ لماذا؟ مصلحه من هادشي هذا؟ حنا كنضربوا المصلحه ديال العاملات وديال المصلحه ديال المواطنين باش ما يتقاس حد بهذا الوباء. لكن اللي كيخبع مثل هاد الجرائم اللي كتعرض الحياه الناس للخطر، المصلحه من هادشي هذا؟ على داكشي انا هنا كنقول واحد الهضره، لم يعد السيد الباشا وسيطا بيننا وبين اداره شركه خيل غوميس، لم يعد وسيطا. قبلنا به وقلنا يمكن توجد الامور لواحد العدد المشاكل وشحال من مشكل عالجناه، لكن هذه سنه ونصف، وقلت لهم ليهم كاملين سنه ونصف من التلاعبات اللي تلعبوا على المنظمه الديمقراطيه للشغل وعلى العاملات ديالنا. الكارثه الثانيه، بدا كيصدر القرارات ديال الطرد في حق عاملات باسم الاجراءات الاحترازيه، ما كيحترموش الاجراءات الاحترازيه. يا سلام، وها العامله معنا كريمه، ها هي من هاد النماذج هادي، ها هي دابا شويه تعطيكم الشهاده ديالها. شي واحد اللي ما كيحترمش الاجراءات الاحترازيه وخبع الناس، كيطرد الناس بالخطا الجسيم، كيطردوا بالاجراءات الاحترازيه. واش ما فراسكش يا السي المسير؟ راه انت هو السبب ديال البلاد ديالنا في هاد العرايش هذا، بسبب انك ما كتحترمش الاجراءات الاحترازيه. وعلى جميع المسؤولين اللي كيعرفوا داك الشيء وباغيين يخبعوه، خصهم حتى هما يتحملوا المسؤوليه ديالهم في داك الشيء. راه من هنا للفوق راه ما كاين ما يتخبع. حنا كنا كنديروا واحد الحاجه، غنقولها لك ماشي كنخبعوا، حنا كنا كنديروا واحد الحاجه، كنحاولوا ما امكن نحافظوا على طرد الخبز الناس والمصالح الناس، بدون ما نوتروا الاجواء لا في الشركه، يبقى المعمل محافظ على راسه، ويبقاو العاملات محافظين على طريفات الخبز ديالهم، والامور تسلك وتمشي هكا. لكن الان لا، مادام بديتي عتستغني على عاملات وعتطرد الناس، وغادي تحرم الناس من طرد الخبز ديالهم طيله مسارهم ومساكن خدامين على وليداتهم، لا والو ما مفكينش وما حنتعتقوش.
عندنا دابا من المشاكل اللي كاينه فعلا كاينه بعدا هذا مطلب ديالنا واللي غنخوضوا عليه، هذه مطالب ديالنا واللي غنخوضوا عليها معارك انا غادي نقولها. اولا عوده جميع العاملات، جميع العاملات للعمل بدون استثناء وبلا ما دار شي معايير انتقائيه ولا هذا ديالنا ولا ديالهم، كل شيء واللي يخدم. علاش كنقولوا هذه الهضره؟ حنا كنا متفقين مع السياسه ديال الدفعه الاولى والثانيه بالتدريج، لكن هو ما كيحترمش هذه الاجراءات، لكن هو كيباغي ينفذ اجراءات انتقاميه في العلاقه مع العاملات وباغي يتنصل من الالتزامات ديالو. اذا نحن في حل من اي خطه ومن اي حتى حاجه. كيفاش هاد السيد ما كيحترمش الاجراءات الاحترازيه وبدا يقول لي انا عندي الدفعه الاولى والثانيه والثالثه؟ هذه واحد. جوج، هاد العاملات راه الله يحسن العون راه فيهم اللي كتبكي، راه ما بقالاش طرف الخبز ديالها، اغلبهم الان كيبكيو راه ما عندهمش باش يسدوا القسط الشهري للكريدي ديالهم، راه ما عندهمش باش يوكلوا وليداتهم. على داك الشيء صراحه ما يمكنش ينقبلوا ان الناس تبقى في الزنقه هما كانوا خدامين وعندهم سنوات ديال العمل ومرسمين، هادشي ما غنقبلوش به وغنحركوا فيه معارك النضال. زائد النقطة ديال القصر الكبير وثلاثة دريسانة تاد خميس الساحل ياك في الترونسبور، إذا خميس الساحل كيمشيو هضرنا فيها في الحوار، قال لك أسيدي لا أنا ما عنديش قصرة، كيكذب عليا كيكذب علينا، وانا درت تجمع في القصر الكبير 300 عامله، باقي تعقل سي محمد 300 عامله، وملي كيجيو للعرايش كيقول لهم الناس العرايش هكا والناس ديال القصر هكا، كيدخل حتى الناس القصر وما علينا، وكندير لهم الترونسبور ديالهم بحالهم بحال الترونسبور ديال العرايش اللي كيوصلهم للمعمل كيوصلهم حتى هو. قال لك لا انا نصيفط لهم شي ترونسبور، انا ماشي واجب عليا نصيفط. هذا الله يهديك، قانونيا راه واجب عليك لان اصلا هذه العمليه كنتي كديرها. المساله ديال الترونسبور يا اما يتعوض ماديا او لا كتجي بالطوبيسات، ولكن انت اصلا كنتي كتدي لهم ديك لي ميني بيس كانوا كيجيبوهم. هذا صباح حق وقلت له هكا وامام حضور الباشا وهذه، ولكن الاخرين ساكتين. انا كنشوف المندوب والمدير الاقليمي للشغل اللي خصو يقول فعلا هذه القانون ساكت، الباشا اللي خصو يقول اودي لا وهي راه خص هذا الشيء يكون لان هذا القانون ساكت. اي امتياز عطاه الباترون سواء كان بريما سواء كان ترونسبور وهذه عطاه العامل واحد المره يصبح واجبا عليه، كيصبح حق، لا يجوز ان يتنصل منه في ليماجين. وهذا مساله هنايا باش نقول لكم راه كيروج هو واحد الهضره تدلق في القفه قبل، يقول لك انا نقدر نسحب القفه اذا كذا شي كذا شي، راه من حقك شي تسحب القفه، قفه باتفاق كانت وهذه وتعطات الناس ولات واجب عليك بالقانون وحق هذاك، بريم تعطيها لواحد وتمشي تزولها له ما من حقك شي، هذا القانون ولا هروب من القانون. لكن المؤسسات حنا اللي معتمدين عليها من سلطه تنفيذيه والمديريه الاقليميه المعنيه بقضايا الاجراء معتمدين عليها باش تنصف العاملات قانونيا ما كديرش الادوار ديالها صراحه. ومن هنايا كنحملوا المسؤوليه للجميع، المدير الاقليمي للشغل، وكنقولوا له ضروري تطبق القانون في شركه خيل غوميس، هذيك راه ماشي فيرما، وهذيك العاملات راه مواطنات، هذوك ما ساعينهمش من دوله واحده اخرى، ضروري من الحمايه ديالهم، الحمايه ديالهم، الحمايه الاجر ديالهم، الحقوق ديالهم. اذا مجمل الامور هي هذه. كاين احتساب ساعات العمل اللي ما بقينا عارفين كيحتسب اللي بغا، وهذه الناس كتجي الاجور ناقصه، وكنراسلوا حنا كذلك كنراسلوا المندوبيه الاقليميه وكدرت معاهم حتى اجراء، لا في الافتحاص ولا في الاحتساب ولا في حتى شي حاجه.
إذا قلنا عدم تصريح العاملات المصلحة الضمان الاجتماعي فيما يخص تعويضات كوفيد، بزاف العاملات اللي ما استفدوش، بزاف العاملات اللي توقفت لهم التعويضات ديالهم وتقدموا بالشكايات ديالهم ولا من يجيب. إذا تراكم في تقديرنا ما يكفي من المشاكل اللي ما بقاش أننا يمكن نسكتوا عليها. طرقنا الأبواب، راسلنا، درنا مراسلات، لقينا الأذان الصماء، لقينا ناس هو كيدير اللي بغاه، هما كيمسحوا له في الأخطاء ديالو، بمعنى أن هناك تواطؤات. إذن ما بقلنا عطرق وحدة، ومن هذا المنبر كنوجه رسالة قوية للسيد والي الجهة والسيد عامل الإقليم باش ينصفنا، ينصف العاملات ديالنا ديال خيل بومس، وباش يوقف بيد وباش يوقفوا بيدهم على الإجراءات الاحترازية داخل هذا المعمل، وباش يوقفوا بيدهم على التعسفات اللي كيديرها كديرها هذه الإدارة في حق العاملات، لأن هذا الشيء ما يمكنش السكوت عليه، خص تطبيق القانون. كنتوجهوا له كما قلت السيد الوالي والسيد العامل باش ينصفوا الإطار النقابي ديالنا دابا الآن اللي كيتعرض للمضايقات، كيتمنع بدواعي جائحة كورونا، وكيتخلى إطار نقابي آخر يدير ما بغى في تواطؤ مكشوف لخدمة أهداف هاد الباترونة هادي. حنا ما ساكتينش على داكشي، طلقنا برنامج نضالي غادي نبداوه، غادي نبداوه بلاتي نقولوه ماشي مشكل. يوم الأحد القادم وقفة أمام بشوية العرائش الساعة 6 مساء، جميع العاملات ديالنا والعمال ديالنا، لا اللي جالسين ولا اللي خدامين، كل منخرطات ديالنا يتسلحوا بالبطاقة الانخراط ديالهم، يجيبوها في يدهم ويجيو الأمام مقر البشوية نهار الحد. غادي نوقفوا يا إما على نضلو كاملين، أو ثم شايفين المشاكل كيفاش دايره. إذن هذا اليوم الاثنين وقفة أمام المديرية الإقليمية للشغل، يوم الثلاثاء وقفة أمام باب الشركة، يوم الأربعاء إضراب عن الطعام مفتوح لجميع العاملات حتى تحقيق المطالب، وجميع الأشكال النضالية اللي غادي نشوفوها كذلك ممكنة في الإبان ديالها وفي الوقت ديالها غادي نديروها. ما ساكتينش على هذا الوضع ديال الظلم، ما ساكتينش على هذا الوضع ديال التعسف، خصنا نلقاو إجابات، خصنا نلقاو حلول. باغي نجلسوا طاولات الحوار، ولكن ماشي مع عقلية لا تؤمن بالإطار النقابي كشريك في فض نزاعات الشغل. إلا هما ما يحيدوش هذه الإدارة ولا هذه الباترونة تحيدش من الراس ديالها أننا أعداء، راه ما باقينش جالسين معاها، وعن نضلو حتى تحيد هذا الشيء من الراس ديالها، ويصوبوا الممارسة ديالهم، يعدلوا الممارسة ديالهم وفق القوانين، ما طالبينش شي حاجة واحدة أخرى، ما طالبينش كثار، وما عندناش مطالب كثيرة. القانون يطبق، وإلا كان هو فوق القانون يقولوها لنا. هذه هي الهضره. الا كان هذا السيد هذا اللي كيدير هذا الشيء هذا، هذا الباترونه ولا هذه اداره الشركه فوق القانون، يقولنا. قال لي حاجه وحده، اليوم كانت كارثه كبيره. هو انا ما نهضر معكم، انا ما كنسميش هذا الشيء اللي وقع اليوم اضراب ديال 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 النقابه، هذا اضراب الباترون، اضراب ديال اداره ديال الشركه. لاحظنا فيه جميع الخروقات، حنا فايقين باقي ما ناعسينش لدابا، فايقين الليل كامل حتى بداو ترونسبورات يتحركوا، راه واكبنا جميع الخروقات، سجلناها وقدمناها للبشوية في 6 الصباح، وسجلنا الشكايات ديالنا في المفوضية ديال الميناء في 6 الصباح، وطار البشوية دول تما كيفضت الجمهور. انا كنقول ماشي كيفضوا لانه ما سمحوا له، غير باش يمسح الاثار ديال هذا التجمهر هذا،
والطوبيسات ما جاين والناس كتهدد وما تدخلوش الى غير ذلك، وبعيد كينزلوهم بعيد على المعمل، حتى اللي دخل يخدم دخل على رجلو بصعوبه باش دخل يخدم، كيتلاقى هنا كيقول له لا المعمل ما فيه حتى حاجه. اخر حاجه هو حتى هذوك اللي دخلوا طلقوا عليهم الفريغو، طلقوا عليهم الفريغو بارد. اتصلت بيا واحد العامله قالت لي ودي راه حنا تكلاصينا وراه ما كاينه لا خدمه لا حتى حاجه، راه كلاصاونا واش مشيو بحال هادو، كيقولوا لنا سيروا بحال سيروا بحالكم. هذا اضراب للباترون. هذا انا ما عمري شفت شي باترونه كدير الاضراب. وهنا نهضر، هنا نهضر في واحد النقطه اساسيه، ما كاينش شي مطلب في هذا الاضراب ديال العاملات، اقسمت بالله ما كاين مطلب العاملات. وانا نهضر في هذه النقطه، واحد الله اضراب يطبخ ما بين عشيه وضحاها، ما كانش مطلب. واش تهضر ملي تقال علاش الاضراب؟ قالوا لي بريم الوقافه. واش انت كاينه شي نقابه عدير اضراب كبير؟ هاي الامه كبيره علاش على بريم ديال واحد 20 الناس، في حين كاينه مشاكل الاولويه اخطر وهي العوده للعاملات اللي 2000 تقريبا و 300 عامله جالسه بلا طرد الخبز. دابا احنا في الاطار النقابيه كامله باش نهضروا، هذا اللي ماجي كيقول لي هذا ماشي عمل نقابي، راه ما تعلمنيش اولدي العمل النقابي. في العمل النقابي كاين ملف مطلبي، وهذا الملف المطلبي كتكون فيه اولويات. واش الاولويه هي البريمات الان في هذا الوضع اللي حنا فيه، ولا الاولويه في ان الناس خصها تدخل تخدم تاكل طرد الخبز ديالها 2300 وحده في العرايش في الاقليم جلسه بلا خبز؟ علاش كتكذبوا على الناس؟ علاش كيكذبتوا على الناس وتوقع لهم معاهم المحضر بلي بريم ديال العامل؟ فين مصلحه العاملات؟ فين مصلحه العاملات اللي جالسين؟ فين مصلحه العاملات القصر الكبير؟ فين مصلحه ديال هادشي الاجور؟ هادشي اللي كان ناقشوه من الصباح فين هو؟ على داكشي ان هادشي اللي وقع اليوم راه فيه حوايج كبيره ما بين الباترونه مع بعضيه داخل الشركه. اقولها صراحه، صراع مع بعضياتهم، حنا لا علاقة لنا به. وملي كنقولوا حنا كنقابة ولا كعاملات، ماشي غير ديالنا المنخرطة معنا، حتى العاملات اللي ماشي منخرطين معنا ما عندهم حتى مصلحة في هذه الخطوة هذه، ولا حيت ما كتعبرش على مشاكلهم، ما كتجاوبش على مشاكلهم. وهذا الشيء من الصباح بكري وحنا كنشوف تجنيد ديال الطوبيسات، بقى لا حجر لا والو، لا اجراءات احترازيه، اجراءات بلان الطوبيسات بلان 207 من القصر الكبير من 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 كل قنت اللي سجلنا هذه الاحتجاجات. قال لك لا كيكذبوا، هذا السيد الباشا قال لك كيكذبوا. لا ما كيكذبوش، انا عندي المراه شاهده بغيتي تجيب بالشهود، وعندي حتى الرقم ديال الطوبيسات اللي حتى دخلوا رجعوهم، منعوهم انهم يدخلوا يخدموا، ما نزلوش عيب الله. وعدنا اللي كانوا في الطريق كيحولوا المجرى ديال الطوبيسات من الملالح لحدا الجامع، بمعنى انه كان مقصود غادي يكون تجمع او تجمهر تما، والسلطه عارفه هذا الشيء. هذا ما تقولوليش السلطه خافي عليها هذا الشيء، ما يمكنش انت تشجع السيد الباشا التجمهرات وكتمنعنا حنايا من وقفات على مشاكل حقيقيه ديال العمال. هادشي ما نقبلوش به وما عمرنا غنقبلو به، وغادي نناضلو وغادي نطلقو جميع الخطوات النضاليه ديالنا، وكنطالبو من المجتمع المدني واطاره المجتمع المدني وجميع الحلفاء ديالنا لا الحقوقيين ولا السياسيين انهم ينزلوا معنا لهذه المعركه. راه باغيين يقيسوا العاملات ديال شركه خيل غوميز، وهذا الشيء راه ما غاديش نسمحوا به. تحيه نضاليه لكم، تحيه نضاليه للاتحاد الاقليمي، تحيه نضاليه لعضوات المكتب على المجهودات اللي بذلوها. شكرا لجميع وسائل الاعلام الحاضره معنا، شكرا لكم. والان المحاسبه، وقلت واحد الهضره، النيابه العامه خصها تتحمل المسؤوليه في الغاو وتفتح تحقيق، لان احنا في اخر المطاف كنلتجؤ للقانون، عندنا امال في المحكمه ديالنا،
عندنا امال في النيابه العامه لانها تنصف هذه العاملات هذو وتنصف الاقليم ديالنا بصفه، لان هذا المرض هذا يمكن يقيس كل شيء ياك. هذا السيد خباع ناس في الصالات ديال الملابس، وعندنا شهادات، وهذه الشهادات تقدمت حدا السيد الباشا ومبغاش يسمعها، هذه الحقيقه. اذا انا كنتحمل، انا ككاتب اقليمي للمنظمه الديمقراطيه للشغل كنتحمل مسؤوليتي في هذه الهضره، وكنقول يجب فتح تحقيق. هاد الناس راه ما دايرينش الاجراءات الاحترازيه الواجبه، وغادي يديروا لنا شي كارثه ثانيه في هذا الاقليم هذا. الله يحفظ. العدد ديال العمال اللي مستهدفين، العدد ديال العمال نعطيك النسبه 50% اللي باغين يسرحوها، والعدد نقولوا ما بين 2400 حتى 2600 تقدير. حيت انا اقول لك علاش التقدير، هو اصلا كل مره بشحال كيسرح، مره كيقول لك عندي 5000، مره كيقول لك عندي لا عندي 2000 وعندي 3700. لكن وفق الحدود اللي قيمنا حنا العدد ديال العاملات اللي دابا جالسين ما خدامينش، وحتى اللي قلب فمه هو كمدير مسير الشركه قال لك انا غنحتفظ ب 2200 عامله والباقي الله يعاون ما عندي ما ندير له. اذا الباقي راه هو واحد 2200 وحده اخرى ولا 2600. ونعاود كناشد السيد الوالي وغادي نوجهو مراسلات في هذا الشيء، وغادي السيد العامل وغنوجهو مراسلات في هذا الشيء الاحتجاجات ديالنا، وغنوضحو الامور كامله. ولكن بغينا طرف اخر نزيه اللي عاوننا على هذا الباترونه اللي ما كتحترمش الحقوق ديال الناس وما كتحترمش القانون المغربي فيما يخص المدونه ديال الشغل والحمايه ديال الاجراء. بغينا شخص نزيه ممثل السلطه التنفيذيه لانه يواكب معنا العمليه ديال هاد الخروقات اللي كتقوم بها هاد الباترونه واللي هي كلها ضد القانون. راه حنا عينا نصبروا عليه، راه طولنا بالنا وكبرنا العقل ديالنا وقلنا له شوف هاجي هاي يدنا ممدوده، راه اللي صعبت عليك سهلت علينا حنا، نعطيو معاك مقترحات وحلول حتى نقطعوا هاد الشوط، نعالجوا مشكل بمشكل، الاولويات بالاولويات الى غير ذلك. لكن هاد الناس هاد الباترونه ما كتعرفش هاد الهضره صراحه، وانا عارف المشكل ملايين، ان شاء الله في شي حوارات اخرى نناقشوا. اذا اعيد في اطار معركه الكرامه بالنسبه للساعات الاخرين ما كنتش فيهم الساعات ديال المندوبيه الاخرين. اي على حسب غادي نرتبوا الساعات، ولكن النهار الاول رتبنا الساعه ديالو، والنهار الثاني وهذا غنديروا البلاغات محددين الى غير ذلك. اذا في اطار باش نقول واحد المساله، في اطار معركه الكرامه بعد ان استنفدنا جميع ابواب، دقينا جميع الابواب ديال طبعا المصالح اللي معنيه بوضعيه الاجراء، ومن بعد ما استنفدنا جميع المراسلات مع هذه الباترونه والحوارات سنه ونصف من الجلوس كيدخلوا عندنا كيخرجوا الحوار فارغ، ما باغيين يلتزموا حتى شي حاجه، وفي الارض خروقات كبيره، خروقات القانون وتعسفات على حقوق الناس في هذا الاطار. ومن بعد ما استنفدنا جميع الوسائل ودقينا الابواب كما قلت وسجلنا الخروقات وتسدت البيبان في وجهنا، وحده كنطالبوا جميع كما قلت الهيئات الحقوقيه والنسائيه وحتى السياسيه، جميع الهيئات المناضله اللي كتناضل على اوضاع المراه والمرأة العاملة بالتحديد، باش يدخلوا يفتحوا هاد الممارسات ديال هاد الباترونة المتغولة. إذا هذه المناشدة لكل شيء، لجميع الإطارات المدنية المناضلة والحلفاء ديالنا الحقوقيين والسياسيين، عاودها باش يأزرونا في هاد المعركة ضد تواطؤات ومؤامرات كترتب على
العامله ديال خيل غوميس وعلى النقابه ديالنا. وفي هذا الاطار كذلك كنطلقوا واحد المجموعه ديال الخطوات النضاليه الاوليه، لان ممكن تعقبها عاوتاني خطوات نضاليه اخرى حتى تحقيق جميع مطالبنا. والله ما مفكين، والله ما غنتعاتقوا معك. وإلا كنت قلت واحد النهار باقي كنعقل في الاول الدخول للنقابه باش كانوا باغيين يجتثوا النقابه ديالنا، قلت له كنقسم بالله حتى نأبد الاطار النقابي في داخل المعمل. وحنا عندنا الحمد لله عامين ونص الان والنقابه ديالنا قويه داخل الشركه. اليوم كنقول له واحد الهضره واحده اخرى، اليوم غادي نعلموكم واحد واحد كيفاش تحترموا المسؤوليات ديالكم وكيفاش تحترموا العائلات. قسمت بالله هذه المعركه واخا دوم ما عرفش شحال، الا غادي نعلموكم وعنربيوكم كيفاش تحترموا حقوق الناس. وحنا كنقولوها وكل شيء تحمل المسؤوليه ديالو، واللي عنده شي كريسي خاف عليه. راه غادي نترافعوا على الملف ديال هاد الناس في جميع المناطق بالمغرب، وعنطلعوا حتى الوزاره الداخليه وعنفوتوا مهم جميع الامور اللي بالاستطاعه ديالنا نديروها غادي نديروها. وكنوليو كنناشد المجتمع المدني، راه هادو نساء يا عباد الله، راه الرهان ديالنا على المرأة كبير في المستقبل، راه هادو نساء كيتعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال، واليوم باغين يسوسوهم اللي خدموا معاهم ما عرف شحال وباغين يلوحوهم. واللي سكت على هاد الكارثة بيناتنا راه مجرم. ومن هنايا قلنا الخطوة الأولى هي نهار الحد، وقفة أمام بشروية العرائش على الساعة 6 مساء، وعلى جميع العاملات ديالنا، وتحية نضالية لهم مسبقا، تحية نضالية على النضالات البطولية ديالهم، جميع العاملات ديالنا المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل تلتحق حدا البشروية نهار السبت في 6 العشية، سواء اللي خدامين واللي ما خدامينش، وحتى اللي عندهم المشاكل بحال هاد المشاكل. الحد في 6 العشية. 2، وقفة أمام المديرية الإقليمية للشغل، غادي نعلنوا على الوقت ديالها فوقتاش بلاغ. طبعا غنصدروا بلاغ في هذه. الثلاثاء وقفة أمام باب الشركة، طبعا غادي نرتبوا الوقت ديالها في العلاقة مع المكتب النقابي ديال خيل غوميس حتىش غتبدا معاكم. على داكشي في الاخر راه نهضروا معاكم باش نمشيو نحددوا الوقت اللي غادي نبداو فيه هذا النهار هذا. ونهار الاربعاء ان شاء الله اضراب عن الطعام مفتوح لجميع العاملات والعمال. هذا الاضراب نهار الاربعاء غادي نحددوا الاشكال ديالو وكيفاش، لا داخل المقر غادي يكونوا حتى اللي ضاربين الطعام داخل المقر ولا في باب الشركه ولا في اي بلاصه. مفهوم هذه الخطوات قلت اوليه للنضال على هذه المشاكل ديالكم وهذه الخروقات اللي كترتكب في حقكم، وجميع كنقولها وجميع الاشكال النضاليه الاخرى مفتوحه.